وينص تعريف عام 1983 وبأن الإعاقة العقلية مستوى تمثل مستوى من الأداء الوظيفي العقلي وليقل عن مستوى الذكاء بانحرافين معياريين، ويصاحب ذلك خلل واضح في السلوك التكيفي، ويظهر مراحل عمرية نمائية منذ الميلاد وحتى 18. فإذا اعتمدوا على جروسمان أكثر من ما هو يعني تقريبا هبر أن توقف استخدامه، وإنما المهم هو تعريف جروسمان. وأيضا في عام 93 من القرن الماضي ظهر تعريف تعديل على تعريف الجمعية الأمريكية، وذلك يذكر التعريف الجديد للجمعية الأمريكية هو الإعاقة العقلية تمثل عددا من جوانب القصور في أداء الفرد والتي تظهر دون سن 18 وتتمثل في التدني الواضح في القدرة العقلية على مستوى الذكاء. وشوفوا شنو حددوه، زائد ناقص 75. شقد 75 زائد ناقص 5، فمعنى ذلك قد يكون 80 أو قد يكون 70، يصاحبها قصور واضح في اثنين أو أكثر من مظاهر السلوك التكيفي، من مثل مظاهر المهارات حياة يومية، اجتماعية، لغوية، أكاديمية، قراءة، كتابة اللي هي ضمن المهارات الأكاديمية، والحساب، ومهارات التعامل بالنقود، ومهارة السلامة.